اتخذ المؤتمر قرار بترشيح الانتخابات الرئاسية. انتخابات رئاسية هو تعزيز الديمقراطية والوحدة الوطنية ودولة القانون واستقلال السلطة واستقلال القضاء وأيضا والتنمية. لقد حظيت اليوم باستقبال من طرف السيد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الدكتور محمد فرفي، حيث سلمت له التصريح بالترشح للانتخابات الرئاسية المسبقة المزمع تنظيمها في 7 سبتمبر 2024 مرفقا بالملف المنصوص عليه في الدستور.